والكابتن بدر رجب طبعا اسم غني عن التعريف، واحد يعني من الناس اللي اكتشفوا عدد كبير قوي 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 من المواهب المميزه اللي بتلعب في منتخب مصر دلوقتي. فاحنا معانا على الهاتف الكابتن بدر رجب، الكابتن الكبير ونجم النادي الاهلي السابق. يا كابتن بدر مساء الخير. مساء الخير يا امير، تحياتي ليك وكل سنه وانت طيب وسعيد بلقائي معاك. انا اللي اسعد والله يا كابتن بدر، اخبارك ايه؟ كويس ربنا يخليك. الحمد لله يا حبيبي، نعم الحمد لله والشكر لله. راجع مصر امتى؟ ان شاء الله في شهر 6 بامر الله. في شهر 6. طيب حقيقه الكلام اللي اتردد بخصوص انك هترجع هتقود قطاع الناشئين او هتبقى مدير فني قطاع الناشئين في النادي الاهلي، وهل فعلا حصل تواصل مع اداره النادي الاهلي بخصوص هذا الجانب بالتحديد؟ لا والله انا بتمنى كاهلاوي يعني، وان شاء الله طبعا ده بيتي واللي عمل اسمي وعمل اسم ناس كتير جدا أكيد. في مصر، النادي الاهلي طبعا كتير وعينا كلنا، أكيد. ولكن ما حصلش لسه اي اتصال ولا اي حاجه، لكن ان شاء الله انا نازل كده كده شهر 6 وان شاء الله ده بيتي ومطرحي يعني، مش محتاج اي كلام يعني، طيب ما مش عايز أحرجك ده وأتكلم. البيت اللي اتربيت فيه وده البيت اللي اشتغلت فيه وده مش البيت اللي عمل اسمي يعني. تمام. طيب بلاش الفترة دي، يعني خلي دي حاجة احنا هنتكلم احنا عنها، لكن انا بتكلم على الفترات السابقة مثلا، هل حصل تواصل؟ هل كان في حاجة أو عائق بالنسبة لك يمنعك من العودة لمصر أو إن أنت تكون موجود جوه النادي الأهلي؟ لا العائق ان انت عارف يا امير ان احنا بنلتزم بالتعاقدات بتاعتنا، فالاوقات اللي كان فيها كلام كنت انا متعاقد، فما ينفعش اسيب التعاقد بتاعي وامشي بالظبط. يعني، ما تربناش على كده، وحتى القيم والمبادئ اتربينا عليها في النادي الاهلي ان احنا نحترم تعاقداتنا مع الناس وكده، وده اللي كان الفتره اللي فاتت يعني، لكن انا اخذت قرار خلاص ان شاء الله نازل ايوه وربنا يسهل ان شاء الله وابقى في بيتي، واتمنى طبعا في اي حد يتمنى يشتغل في النادي الاهلي وده بيتي زي ما قلت لك، وان شاء الله يبقى نعمل حاجه كويسه للنادي تاني، واتمنى يعني ان شاء الله خير الفتره اللي ان شاء الله باذن الله. طيب انا عارف ان في واحد من ابنائك بيتالقوا دلوقتي وهو محمود عبد المنعم كهربا بعد عودته من الايقاف، بيحرز اهداف سواء في مباراه سموحه او الزمالك، قول لي رايك ايه في كهربا خلال الماتشين اللي فاتوا اللي لعبهم؟ جاي. كهربا موهبه زي ما قلت قبل كده، مش عشان هو ابني طبعا، كلنا ليه اولاد كتير في مصر، طبعا. ولادي اكتشفتهم ومرمتهم ويمكن نصهم لعب في اوروبا وثلاث ارباعهم لعب في مصر، فبالنسبه لي كهربا من اللعيبه المميزين والموهوبين اللي انا تشرفت بالتدريب اكتشافهم وتدريبهم، وهو مش للنادي الاهلي بس، سعادتي بكهربا ان الولد ده نيته كويسه جدا ولعيب كويس جدا مميز جدا، وانا سعيد برجوعه ليه؟ مش للنادي الاهلي بس، لان كهربا احد اضلاع الكره المصريه، طبعا فهيفيد المنتخب المصري، ده اكيد. سعادتي بكهربا بادائه وبتالقه الفتره اللي فاتت دي، ولسه كهربا انا قلت عنده كتير جدا يدي للنادي الاهلي ويدي للمنتخب المصري. كهربا كل الانديه اللي لعب فيها سواء في اوروبا او في دول العربيه او في مصر نجح فيها وكان ليه بصمه فعلا كبيره جدا، فعلا. بدليل ان هو عامل اسم كبير جدا في مصر، ومن اللعيبه الاشقيه المحبوبه، كهربا شقي الأشقية محبوب، المحبوبة. ولد طيب جدا بالفطره ومحبوب جدا من كل اللي حواليه يعني، مفيش ده مدرب حقيقي. جه محبش كهربا حتى لو اختلف معاه، لكن بيحبه على المستوى الشخصي وعلى المستوى الفني والمهاري. كهربا من اللعيبه اللي تقدر تغلب نتيجه مباراه، كهربا لاعب مميز عنده سرعات عنده مهاره عنده الفينش على الجول، في اي وقت تلاقيه قدام الجول يقدر يسجل، ودي ميزات نادرة لما تلاقيها دلوقتي، لان زي ما انت عارف عندنا في مصر قلت المواهب او ندرت المواهب فعلا فعلا. بسبب ان احنا ما بقاش فيه اكتشاف بدري للعيبه ووضع برامج تقدر تنجح اللاعب اللي اخترته كمان، وخصائص المرحله السنيه اللي بتمرنها، كل ده حاجات مرتبطه ان انت يعني تبقى الموهبه دي ليها بيئه تعيش فيها، بالتالي الحاجات دي انتصت عندنا في مصر، فانا سعيد جدا برجوع كهربا بصراحه. هل كنت تتوقع عودته بالمستوى ده يمكن بعد أبعد واحد فترة في إيقاف الدنيا. يعني، ولا كنت شايف أو قلقان إن هو صعب يرجع بمستواه فترة كبيرة ما بيلعبش كلام من ده؟ يعني كنت واثق في شخصية كهربا وفنياته إنه يرجع بالمستوى ده؟ اللعيبه الموهوبين ما تقلقش عليهم. صح. اللعيبه الموهوبين ما تقلقش عليهم، لكن اللعيبه المصنوعين اذا غابوا عن الملعب بينسوا الكوره. تمام لان صح الموهبه والتالنت مرتبطه بفكر. صح وكهربا يمتلك فكر عالي جدا في الكوره. فبالتالي ما تقلقش عليه، في اي وقت هينزل على حسب معدلات اللياقه البدنيه بتاعته، هيأدي مثلا نص ساعه ساعه مباراه كامله
هو موهوب، فبالتالي هيطلع كل الفنيات اللي عنده وكل المهارات اللي عنده، بالتالي مش هتحس ان هو بعد كتير، لان أكيد. الموهبه بتفرض نفسها في الملعب على اي حد، بعكس اللعيبه المصنوعه اللي هي حافظه، بالظبط. مش موهوبه، مش تالنت، طيب. تتعب جدا لو بعدت عن الملعب. في لعيبه الملعب بيجيبها، في لعيبه الموهبه في العالم كله في اي وقت بيلعب بيقول لك انا موجود، ليه لمساته وليه فنياته وليه مهاراته وليه نكهه خاصه أكيد. باللعب، لانه لعيب موهوب بالفطره. أكيد. طيب أنا عايز أسأل حضرتك سؤالين واستغل تواجدك معايا بخبراتك الكبيرة والعظيمة. مين اللعيبة اللي لفتت نظرك اللي هم نتاج قطاع ناشئ النادي الأهلي ونتاج قطاع ناشئ نادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة؟ يعني في عدد موجود من ناشئين النادي الأهلي موجود مثلا مع فيرست تيم، في الزمالك مثلا أكتر من عنصر طلعهم فيريرا الموسم اللي فات. مين لفت نظرك؟ مين شايف إن ده واحد فعلا تم العمل معاه بشكل مميز سواء في قطاع الناشئين ده أو ده، فبالتالي تتوقع ليه مستقبل مبهر؟ خليني اكلمك على النادي الاهلي. عجبني جدا محمد اشرف الباك ليفت، تمام. الولد الباك ليفت محمد اشرف ده لعيب موهوب، لعيب فعلا. مميز جدا جدا جدا. عجبني كوكا في نص الملعب فعلا. جدا 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 جدا. عجبني زياد طارق جدا جدا جدا، ده بالنسبه للنادي الاهلي، دول احد المميزين والموهوبين بالنسبه اللي صعدوا من القطاع. في نادي الزمالك في نيمار، في سيد صح، فاروق جعفر، في يوسف اسامه نبيه، وحسام من عبد اللعيبه المجيد. المميزين جدا، هيبقى ليهم مستقبل ان شاء الله في منتخب مصر، سواء لعيبه النادي الاهلي او لعيبه نادي الزمالك. دول الناس اللي شدوا انتباهي فعلا، يعني دول اللعيبه موهوبين تمام يقدروا يكملوا لمدى بعيد. تمام الباقي ما يعني بالنسبه لي مش يعني يلعبوا، عارف، هيبقوا مصنوعين، لكن مش هيعلموا في الكره المصريه او في انديتهم زي اللعيبه اللي انا قلت عليها. طيب رأيك ايه في السياسة اللي بيلجأ ليها بعض الأندية في قطاعات الناشئين خلال الفترة الأخيرة؟ زي مثلا لو لقيت لاعب في قطاع الناشئين نادي من الأندية أروح أتعاقد معاه وأدفع فلوس وأجيبه، حتى لو مثلا هدفع فلوس كتير شوية بس مستقبله مضمون أو ليا نظرة في إن هو لعيب مميز. حصلت مثلا السياسة دي في النادي الأهلي مؤخرا، راح أتعاقد مع زعلوك، مع ديبيس، مع عبد الرحمن رشدان مثلا. يعني رأيك ايه في الفكر ده؟ انا رايي الشخصي طالما في قطاع ناشئين يبقى في لعيبه لازم تطلع الفريق الاول، والا تلغي قطاع الناشئين، وده مش وارد في اي نادي، لان القاعده اساسا هي قطاع الناشئين، اللي هو يمد الفريق الاول باللعيبه، ده الهدف من وجود قطاع الناشئين. لكن ان انا اشتري عمال على بطال، انا ما بقيتش كده، يبقى احنا مش شغالين. لكن لو في لعيب احسن من اللي عندي، ما عنديش مشكله خالص ان انا اجيبه، عارف. طالما ما عنديش المكان ده او ما عنديش موهبه في المكان ده فممكن اشتريه، لكن ما اشتريش عمال على بطال. انا ضد الشراء، ان انا اجيب لعيب زي اللي عندي، لكن هجيب لعيب مميز احسن من اللي غير عندي. اللي عندي، تمام. فتبقى فايده للنادي، وبالعكس اللعيبه اللي موجودين بتوعنا هيغيروا منه وهيبقوا عايزين يلعبوا عليه، فهيبقى المنافسه هتشد. النادي هو اللي كسبان، اما بجيب لعيب كويس النادي هو اللي كسبان، صح. لان في حد عايز يحصله او حد عايز يلعب مكانه، فالمنافسه بتبقى شرسه جدا بين الاثنين عشان يلعب. بالظبط. انما عمال على بطال، لا، انا ضد فكره الشراء من الاساس الا اذا كنت محتاج، صح. وده يبقى في عجز في قطاع الناشئين. لما بيبقى ما عندكش لعيبه وتشتري من بره، بيبقى عندنا عجز. ليه؟ لان احنا عايزين نعمل لعيبه، وده بيبقى مرتبط بالفريق الاول. انت بعد سنه عايز باك ليفت، بعد سنتين عايز راس حربه، فقطاع الناشئين شغلته انه يحضر اللعيبه دي للفريق الاول، بالتالي طول بالظبط. ما انت بتمد الفريق الاول بلعيبه من قطاع الناشئين فانت قطاع ناجح وقطاع واقف على حيلك، وده موجود في نادي الاهلي ونادي الزمالك والانديه الكبيره الشعبيه. اكيد قطاعات الناشئين بتبقى عندها لعيبه كتير جدا وكم كبير من اللعيبه يقدروا يساعدوا الفريق الاول في اي وقت من الاوقات. كابتن بدر انا بشكرك شكرا جزيلا، ومستني اشوفك في مصر بعد 6 شهور ان شاء الله باذن الله تعالى، وطبعا اكيد مكانك وبلدك وبيتك كمان هترجع له. وبشكرك شكرا جزيلا على المداخله المهمه دي. بشكرك شكرا جزيلا الكابتن الكبير كابتن بدر رجب نجم النادي الاهلي السابق. انا بقول لحضراتكم شهر 6 كابتن بدر رجب طبقا للمعلومه اللي عندي في الفتره دي ان هو جاي هيكون المدير الفني لقطاع الناشئين في النادي الاهلي خلفا لبروكيتش المدير الفني للقطاع التشيكي خلال المرحله الحاليه.